الصور ده شبه عبد الحليم قوي. انت حمار يالا، ده عبد الحليم، ما انا عمي كان عازف نايف في فرقته. امك جايه ليه؟ معرفش. ازيك يا ماما؟ اهلا يا حبيبي. انت عرفت ازاي؟ من عبد الرحيم سكرتير المرحوم، فيه الخير عنكم. ماما جو صاحبي الدكتورة سوسن. سوسن مبادئ اخرس معاهم. جو ده اسمك في البطاقة؟ لا، انا اسمي في البطاقة رجب عبد الصمد رجب. وبتشتغل ايه يا رجب؟ انا طنط اتخن دي جي في مصر. عبد الصمد ودي جي؟ طب تيجي ازاي دي؟ ايه اللي انت جايباه معاكي ده؟ مش ده صاحبك؟ اه صحيح. خلصت؟ اه سعيكم مشكور. مات صاحب الهي الحزين وساب جوانا جرح أليم. ماتت الرومانسية من بعده، من بعده ماتت الرومانسية. هو ده ماله خشب كده؟ ده اللي فضل منه يا بابا. أخوك المرحوم ساب وصية مع جاد الرب المحامي، وجاد الرب جاي بكرة إن شاء الله من البلد، وبعد العزاء هيفتح الوصية في حضوركم وحضور الدكتورة سوسن. بمناسبة ايه الدكتورة سوسن تحضر فتح الوصية؟ مش كفاية خلعتني وطردتني من البيت؟ علشان انت راجل هلاس وعلمت ابنك يبقى زيك يا راجل يا موبوء. لا ارجوك سيبهولي، اصل المرحوم معلمني اعزف عليه علشان لما هو يموت نايو ما يسكتش ابدا ابدا. انا ارتبطت بيه عاطفيا. بالمرحوم؟ لا بالنهاية. خده، انا مش عاوزه. أنا شخصيا ماشي مع طبلة، بس طبلة إيه؟ طبلة طبلة. ها؟ المقرئ ما جاش ليه؟ زمانه جاي. إيه الدخان ده؟ هيرصوا حجرين على روح عمك، ما أنت عارف كان بيعز الجوز قوي. أروح أنا أظبط الصوت ده عبال ما المقرئ يجي؟ اتكل على الله. ماشي. شدي حيلك يا دكتورة. شد على الله. تفضلي حضرتك. ميرسي. تفضلي. ما تزعيش نفسك قوي يا طنط عشان الزعل يبين انت جايت لي تحت عينيكي. تشاو. انت جعت؟ علي يا ابن البيت شوية. ايوه فل قوي كده. هلو ايفريبادي، انا البقاء لله. شوف صاحبك ابن العبيطه ده، هو فاكر نفسه في الديسكو. هو لسه عمل حاجه؟ ده لسه هيسخن اكتر من كده. اه بنوازي وبنشاطر وبنعزي حبيبي وصاحب الضيق، وبنقول له كلنا دايما دموع دموع دموع. علي يا ابني البيت شوية. وبنقول له كلنا ابقى يا حياتك يا دايما. حياتك الباقية يا جو يا حبيبي، يعني ميرسي على الكومبليمون اللطيف ده. عارف لو طلع نقطة هروح اقتله لك. حبيبي تهمنيش بحاجة. يا اخي الحبايه اللي انت جايبها لي دي مهرشاني قوي. اقدر اقول يا صاحبي؟ ده انا دماغي بتاكلني يا معلم. طب بقول لك ايه؟ معايا حاجه تانيه. انت سكرت ولا ايه؟ مسكوته. حلاوتك يا جدع. الواد ده جدع والله العظيم، الواد ده جدع. ده جدع؟ اه. احسن لك روح سكته، يا روح اجيب لكم البوليس يقبض عليكم عشان الحبوب اللي عمالين تنطوروها في الصوان دي. اجيب لك واحده معاه مصاريبه؟ هشوف لك. لو ما لقيتش هات لي تراما جاك. ماشي. سمعت خبر وحش قوي. ايه؟
انت سبت الواد بتاعك ولا ايه؟ ايوه. كنت بقول لها ده دايما ما معوش ما يلزموش، هيصرف ايه في الحياه؟ خلينا برضه كده، لم الحاجه بقى. لا لم ايه؟ ده انا لسه ما قلتش كلمتين على بعض، وبعدين الحبايه لسه ما اشتغلتش. امال مهرشه دماغ اهلي ليه؟ انت طفيت بقى تايجر. ايه البتاع ده؟ ده الماي. وحدون. عليا النعمه، الناس دي كلها مؤمنه. مستعجل ليه؟ لسه السهرة طويلة. بفضل الله. المقرئ فين؟ انت هتوترنا ليه؟ ما الليلة زي الفل يعني. هارد لك يا انكل. انكل هارد لك؟ ليه خسرت الدوري؟ اقص عليك يا انكل. اقص على اللي جابوك. سعيكم مشكور. سوري يا انكل، ما بسلمش عشان الفلونزا خنازير. مين الخنزير ده؟ ده وائل. انا رايي تلم اصحابك توديهم على عزا الحريم. ما انا بعت واحد. قال الله. قال الله. قال الله مرحوم سرح. وانت مش ناوي تسرح. مين ده؟ ولا اعرفه. اللهم طولك يا روح. طب ده شكلك متضايق قوي. بليز عيش اللحظه، ما تزعليش نفسك، ولا هيجي لك حرق اتاك. ايه ده؟ انت ايه اللي دخلك هنا؟ وانت مالك وتقول لي انت ليه؟ الله، هو انت انتي ولا انتي انت ولا انت انت ولا انت اشتري؟ انا داري وانت مالك. وايه البلاوي دي؟ انا مش فاهم. ما تزعليش نفسك يا دكتور، احنا كلنا جو 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 ما ادتوش حاجه، ده اول ما شاف البرشامه مات. المقرئ فين؟ الليله العسل دي. عسل ايه؟ الناس بتموت اهي. مين مات؟ جاك. بقى لله، هو ده عزم مختار؟ يا انا افتكرتك، انت لسه ما لقيتش عزم مختار. هو ده عزم مختار؟ ده عزا ورثه ام مختار. طب ما قلتلكوش حاجه وحشه. لا خد راح فين؟ ما دام جيت خش عزي. لا خلاص عندي ميعاد، مش هقدر. خش. خش. مش هو ده؟ ده مسكين بقاله 7 سنين بيدور على عزم ومختار. مش عازم. خد يالك، خد يا بسم الله الرحمن الرحيم. دورامي فاصل. دورامي ايه يا متر؟ انت هتغني ولا ايه؟ ما تنجش. الراجل نازل السلم براحته بدل ما يتكوم على وشه. لا لا لا، دي مش بتاعت السلم، دي اخر الحان المرحوم التي لم تظهر للوجود. الحمد لله، اهو ساب الوجود كله وقابل رب كريم. يلا يا استاذ جاد، اقرا الوصيه من فضلك. من عناية الجزء الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. أوصي أنا سليم سلامة وأنا بكامل قواي العقلية بأن تقول كل ثروتي لابن أخي سليم رشدي اللي اتسمى على اسمه. الله أكبر يحيى العدل، الله يخليك يا عم وطول لنا في عمرك. هو فين عمي عشان أبوسه؟ تبوس مين؟ الراجل مات. اقعد بقى. الوصية دي فيها حاجة غلط، هو يقصد لأخي رشدي، مفيش ابن. أصل أخويا كان بيفك الخط بالعافية، أنا عارفه. بص حضرتك يا بيه، مفيش غلط ولا حاجة، ربنا ما يجيب غلط. وذلك بعدة شروط، وهي نظرا لأخلاق سليم ورشدي التلفنة والبيضة. واحد، أن يبحث سليم على بنت أصول ليس لها علاقة سابقة مع أي شاب، يعني محدش لمسها أبدا. بالعربي الفصيح كده نو تاتش. عندها تانية يعني ولا إيه؟ أو بالكهرب. يعني على الأصل دور يا محترم، مش من الكباريهات والديسكوهات والمواخير اللي بتسهر فيها. ده وقت احنا فيه ولا في ايه؟ ايه يا عم الوسيله المنيله في 60 نيله دي؟ الاهم من ده كله بقى يا استاذ سليم انك تقنعها بالجواز. ثانيا، مده البحث عن الفتاه لا يستغرق اكثر من 40 يوما، واذا لم يتم العثور عليها تؤول الثروه الى الجمعيات الخيريه ودور الايتام. فرحان بنفسك قوي يا اخويا. لا ده كده هاصل. اخويا اتجنن. ايوه اخويا مجنون، وانت السبب.
انت اللي بوظت مع اخويا، انت اللي كنت نبدأ له في اخر عيالك. لو سمحت بلاش غلط، انت عايز كل حاجه على الجاهز من غير تعب. تعب؟ هو حد تعبني في حياتي كلها قدك يا متعبه؟ مش كفايه انك خلعتيني زي المسمار المصد وفضحتيني قدام الناس؟ مش كفايه حرمتني من ابني وخدته مني وطلعته بايظ زيك يا موبوء؟ نعم. جريت يا ابني، انا كده مش عارف اقرا الوصيه. ثالثا، يا حلاوه الثالثا، ان يعيش الاستاذ المبجل جاد الرب عبد المولي اللي هو اني في الفيلا لمده 40 نهار هو وجماعته، مستحميين، نائمين، اكلين، شاربين، متهنيين، واني وان يراقب سليم ورشدي كظلهم، واني اؤمنه على الوصيه امام الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ويكون في علمكم فات من الاربعين نهار عشر دقايق، اللهم اني بلغت، اللهم فشل. ما تسمعنا حاجه بدل ما انت واقف كده. تحب تسمعوا ايه؟ دلع عيني دلع، اخويا عملها وخلع. ما سويش حاجه، ما انت كل خدت كل حاجه. هو اخويا مربي معيز انا كمان؟ ما تاخذنيش يا ابو الحاج رشدي، ده الجماعه بتوعي. ايه الشيء الغريب ده يا مستر؟ يا ابني ما دي الجماعه بتوعي وشغاله فايبريشن كده ليه؟ مالك يا حاجه؟ ربنا يشفيك شر المره دي. فين بيه؟ راكبه عفريت اسمه ميسي. عفريت اسمه ميسي؟ وانت ايه اللي وداك الدوري الاسباني يا شاب؟ بتتصرف يا جاد الرب؟ عايز تعمل ايه يا اسلام خالد؟ اتصرف ولا ابعت اجيب كاكا يطلعه من عليه. لا بلاش كاكا، خلينا في زيدان. على رايك كاكا ممكن يزروط الدنيا. هنادي؟ هنادي على مين؟ هنادي؟ ما تنادي يا عم وخلصنا. يا زياده فهمون دي مرضي واسمها هنادي. طب خليك مع مرضك يا استاذ جاد. هي دي هنادي؟ هي دي هنادي؟ لا يا ميسي، ميسي ما تحترم نفسك يا ميسي. يا ميسي مسكت يا ميسي. ابعد ليه؟ سيدي يلعب براحته عشان يعرف يسجل. ميسي جاب جول. يبقى بوسه. وهقتله عليا الصلاه يا سيدي. تقتل مين يابا؟ انت عارف تعمله كام ميسي ده؟ لحظه، هو مش ميسي ده بيلعب مع برشلونه؟ لا، ما هو ساب برشلونه وبقى يلعب مع هنادي. ده ايه الوعى السودا دي؟ اجيب له بقى انا منين واحده محترمه؟ لا وايه؟ ما اتلمستش. هو في واحده ما اتلمستش؟ في واحده ما اتلمستش؟ يا نهار اسود، ده انا اشرف واحده عرفتها في حياتي كانت مصاحبه 12 قبلي. ما اتلمستش. انت مركز في ايه؟ ما تفكر معايا. والتفكير ده ببلاش؟ يا نهار اسود، انت بتساوم ابنك يا رشدي؟ بتبتزني؟ ما كانش العشم. عمك عشم مات، انت ما حضرتش العزا بتاعه. ده انا ما كنتش اعرف انك مات دي قوي كده. عشان حمار مش واخد بالك. ده انا حتى معروف بين الناس كلها ان انا مادي وبتاع مصلحتي وبس. اسأل يا اخي، اسأل هيقولوا لك. انجز، عندك استعداد ترفع ثمن الحل اللي هقوله لك ولا ارجع اكمل الجيم بتاعي؟ يا ساتر يا ساتر. عايز كام؟ نص الثروه. نعم يا علماء حطه ييجي بتبح له البطه ييجي. بتقول لي يا بنت هنال، لما ميسي ده بيركبك يعني بتحس بايه؟ انبسط. انبسطي ضربة الدم لما تعطشرك انت وامك. ايوه ده في الترع بتاعت مصر. ترع ايه يا هبل؟ ده بزين بزين يا فلاح، بس خلي بالك من الكرار بيعمل ايه. هي الترع دي غويطه يا جات يا بيه. عم عم فراشه ازاح الورقه. واو رز قوي الفراشه دي، بس محتاجه تغيير صوص. بعدين بعدين اتجوزها واحد منتهي الصلاحيه.
حلاوتك يا رياف وحلاوتي اللي بيجي منك. بعدين بعدين استر نفسك يا ليت البخت. جرايا برشدي البيت له حرمة، دخل عليك انت تعمل ايه؟ جرى لك ايه يا اخويا؟ دي ترعت يا اخويا من سبعية ربنا مصطط الشبارة. شبارة مريم بولطية دي تبقى ايه؟ يا فضحتي يا فضحتي يا فضحتي يا فضحتي يا فضحتي. واو مراتك نتايا عالي يا جاي. عالي العالي. كرايه اختطي يا بنت الطرمه وتديني على المهم. كرايه كرايه يا جدع. في ايه؟ في ايه؟ خليك اصبر. يعني اصبر دي يا بروش. يعني اصبر علينا شويه. الله دي عال. عالي العالي. هوب 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 ايه بقى؟ بقول لك ايه يا جدع؟ بص الجهادي بص الجهادي يا بروش دي بص الجهادي. بقول لك ايه؟ من الاخر كده احنا لقينا بنت الحلال يا استاذ جاد. ومال يا اخوي؟ هوب سيب العنوان وانا بحصلكم. بقول لك ايه يا بروش دي؟ سايق عليك النبي تخفى من قدامي عشان العفريت بتتنطط قدام عيني. يلا اخفى. مش هبه. طب ادينا هبه واحده. مفيش هبه يا برشدي. يا شيطان الشيطان عليكم. بدي هنادي هنادي تروح فين يا ليت البخت؟ هنادي هندور لك عليها بقى هبه. يا برشدي عشان خاطر ربنا سيبني يا برشدي. بدي هنادي هنادي هبني هنادي خرادي انت كنت فين يا بيه؟ انت مش قلت لي اختصي وما تدبيش اللي لما اقول لك بضع يا هنادي. ايه 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 ده؟ ما فيش حاضر حاضر. فين فيكوا سليم؟ سليم اهو اهو سليم اهو. فين سليم؟ فين سليم؟ انت سليم. انا سليم. وريني بطاقتك. انا سليم. انا سليم. اتفضل نعدي. اتفضل. حاضر. هو انت معروف كده ولا ايه؟ يا برشدي الكلام عليه بزعلني. اهو الولد ده مش معانا يا سعادة البيه، يا ريت تسيبه عليه الكلاب وتخلصونا منه. ما ينفعش، لازم يدخل ويشوف العروسة بعينه. يا شيخ الشيطان كل ده حراسة على باب. دي أكتر من الحراسة اللي حدانا في المركز اللي بتزورنا. افتكرت والله فكرتني، ده باين انه معانا بس أصل الذاكرة عندي اتهزت من ساعة الخضر. سيبوه. يا برشدي سيق عليك الهم مسكتني يا برشدي. يا عم انا يشرفني ان انا اطلب ايد بنت حضرتك. واحنا علو باشا مستعدين لكل الطلبات. الحقيقه يا جماعه انتوا يعني يا سبحان الله والله يا سعاده الباشا ومالك عليا حلفان. انا طول السكه براحي في الجوز دولي وبقول لهم على نفس الكلام اللي سعادتك ما قلتوش. قلت لهم يا اخواني انتوا فين والباشا في ايه؟ هي العين تعلى على الحاجب. مالك يالا؟ الله في ايه يا جهاد؟ الله الشيء اللي انتوا جايبينه معاكم دوت بيقول كلام مظبوط. تشكر يا سعاده الباشا. علو باشا برضه ناس مش قليلين. انا واعوذ بالله من كلمه انا من كبار رجال الصناعه في مصر العربيه المتحده. العربيه المتحده؟ ما تتنفخش قوي كده، ما المصنع واقف. هو ما يعرفش حاجه. بس انا على حسب معلوماتي ان سليم ابنك عاطل وصايع وطول النهار بيجري ورا البنات ومقضي الليل كله لغايه الصبح في السهر في الديسكوهات والكباريهات. لا حرام، الظلم حرام. ان جيت للحق والحق يتقال يعني ابوه بقى اسمه قال عنه مراحل. اتحرس يا حيوان. الله يا عم دي كلها اشاعات مغرضه. ربنا يقلي بختك يا سليم. انت عايز تقول ان الباشا بيقول اي كلام وما بيفهمش حاجه؟ ده انت ناقص طول النهار ابو سنطاح. في ايه يا ابن الوري؟ انا ما زلت مصر ان الشيء اللي انتوا جايبينه معاكم دوت بيقول كلام مظبوط. بس يا بابا انا خلاص يا بنت. انا اسف يا جماعه طلبكم مرفوض. انا بنتي مثال الشرف والعفه والطهاره اجوزها لواحد زيك؟ لا. ربنا يصلح حالك ويوفقك في اللي انت بتقوله. وانت يا مدام اسمعي كلام ابوكي وما تخرجش عن طوعه. الله كده. طب ايه رايك بقى ان بنتك مقفوشه معايا في عربيه؟ خلاص قول له على الشقة. وفي شقة ما تفهمش. بقول لك اخرس. ما تاخذنيش يا سعادة الباشا، أنت اللي تخرس وتحط في بقك بلغة كمان. أه لأن من ناحية مقفوشي ده إيه مقفوش؟ والدليل معايا. أه الدليل أهو. اتفرج يا برشدي. شوف شوف صورة البت مع الواد اللي اسمه تامر حسني العاطفي دي. عاملين مع بعض فيديو بليب. يا نهار أسود ده بليب وزداني. اتفرج. وحمص يخرب. خد سليه سليه. اتفرج يا برشدي. سليم سليم. يا فاكر يا مكرمه. لا 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 عيب. لا 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 بنتي لو غلطت نقفل الباب علينا ونربيها وما نحشرش منجز زي ده في وسطينا.
انا لازم اقتلها وانا ما عنديش مانع. امسك دي وشرف امي اللي وشرف امي اللي يا جماعه العباس دول ما يطلعوش من هنا. هاتوا الكلاب. كلاب كلاب لا انا بغرضك يا مولانا. يلا طريقكم ايه؟ انا بغرضك يا بس يبقى كده يا سجان زي ما بتقول الناس مفيش بنت ما اتلمستش. امال اللي بتقولي ده يا بيه؟ ما انت قدام اهو. كان حد لمسك غير يعني ولا كان حد لمسك غير؟ يا دي العيبه ده انت اللمسه الاولى والاخيره يا جاد. اه يا نادي اه اه يا نادي اه ده انا بدقش يا بيه لقيتها دي وجعاني قوي قوي. يبقى هتطول يا جاد. اطول ايه بس يا نادي؟ ده انا واخد علقه موت على الطلاق بالثلاثة منك. علقة بياخدها حرامي بمولد. اه ما تيجي نريح شوية يا جاد. ايه حبكت يا نادي؟ يعني انت مطلوبش الحكاية دي غير وانا في اسوأ حالتي جاد. ايه نفسي اخلف عيل منك واسميه محسب. محسب بس لما بنيك غلط في حاجة زي دي وعايزة جاد يخلف لازم تديني فكرة قبلها باسبوعين ثلاثة. هما ثلاث دقايق وهوريك. مضروب ومتدغدغ. خلي عندك شويه سنس. يعني ايه سنس يا جاد؟ ربنا يكفيك شر المره. انت عامل زي القلب اللي بيطلع فقر الريق. يعني ما بتشميش يا بيه. يا عبد الحليم وحدي؟ سوري ولا حسيت بيك ولا يهمك يا حبيبي. انا المهم عندي ان انت تحسي بنفسك قبل الاوان ما يفوت. انت بترمي كلام من تحت لتحت يا بابا. يا بنتي لو فضلت مستنيه فارس الاحلام اللي هيغني تحت شباكك او ياخدك على الحصان الابيض ويطير ولا عمرك هتتجوزي. اه كده بقى وضحت الرؤيه. هو هاني ابن عمتي كلمك من امريكا النهارده؟ كلمني ولسه عنده امل. لو سمحت يا بابا لما هاني يكلمك تاني سلمي عليه وقول له ريح نفسه. يعني برضه مفيش فايده. ماشي يا بنتي براحتك وعيشي مع عبد الحليم. في ايدك ده وتعالى خد فمين معايا. الله يا ربنا يقل لي بختك اكتر ما هو مقلول. عايزه تفضحني يا هنادي؟ يقولوا عليا ايه؟ ازيك يا بلا عمدي؟ حصلت لنا البركه يا بهوات. قلت له نفسك يا قليل في الدخ. ديك غلطت مص؟ إيه لسه مصين زعزوع. ايه يا جاد؟ بقى فيلا سليم باشا اخويا تبقى كفر محمد ابو سويلم يا جاد.
اهدى وبطي كمان. حظت خيرك، جوزين بط بكيني تاكلوا حاجة. البكيني بيتلبس ما بيتاكلش يا ولا عمدي. ما كنت جبت لك كمان معزتين يسرحوا وراك في الجنينة يا شيخ الغاطي. أو جاموسة. أنتوا بتتنقزوا عليا يا بهوات. ومال معزتين يا برشدي؟ طب شوف أنت اللي ادلعت ابنك، معزة واحدة ترضى بيه ويكون في علمكم أنتوا الجوز. فات من المولى أسبوع. مبسوط يا فالح. بيقول لك فات اسبوع، يعني كفر محمد ابو سويلة ما هيطر من الجنينة. على عموما لقيتها خلاص. يا الله في ايه؟ في ايه؟ بيدها تحية الضيف. بس لطاف والله. باخد لك خمسة منهم وانت ماشي يا اخوي. انجل يا رشدي. يا كبيرة نازلة من السقف ولا ايه؟ شوف كده يكون فاتحة باب السقف. ما تقلقش يا رشدي، ده العيشة وقعت علينا كلها في لحظة ضهرة. بدلت ايه؟ انا بقول يلا نلحق صلاة الظهر. ما تستنى اما نشوف الراجل ده يمكن نصلي عليه بالمرة. يبقى فرصة روح اطلب ده وارجع يا شباب. لا استنى، مش جايز يحدفوا علينا سيجارتين بنج. صباح الفل يا ابني. صباح الخير يا فرح النيل. نورت المكان يا ابن الاصول. الله يخليك يا بنت الاصول. اتفضلوا جودو. ومين اللي جنبك ده يا ابن الاصول؟ انا ابقى الاصول نفسها. مساء الخير. بشربها على جوزك. نورت البلد يا ابو العريس. بلد منوره باهلها. امال فين العروسه؟ واحنا مش هنشوفها. هتشوفها يوم الدخله ان شاء الله. طريه يا سيادتك. طب لا مؤاخذه يا عريس، قانونا لازم العريس يشوف عروسته، واللي اهم من ده بقى اللي انا اشوفه عايز. ومين اللي فط زي الوطواط ده؟ ده محامي العائله واللي هيشهد معايا على الجوزه، قصدي الجوازه. وجوده معانا ضروري يا كبيره. بقول لك ايه يا حاج، خلينا نشوف العروسه ونفرح. انت بقى يلا. خلاص يا ولد، مجلس العيله وافق تشوف العروسه. هاتوا العروسه. ايه دي اللي وقعت منهم؟ مين دي؟ العروسه. لا احنا عايزين واحده ما اتلمستش مش ما بلغتش. احنا سلو بلدنا نسطر البنات صغار. بس مش قوي كده ولا ايه؟ وانا انكشفت عليك يبقى لازم انت سطرني. باي عليك وعلى اللي خلفوك. هتسطرها ولا مش هتسطرها؟ اذا كان ربنا امر بالستر هعترض انا. الف بركه يا حبيب اخوك. الله يبارك فيك. صبرت ونولت. لا ده انت صغرت ونولت. قولي يا عسل. بالصلاة على النبي، الفرح ده فرح.
وبعدين يا رشدي؟ بص يا ابني، من الاخر كده انت حلك الوحيد عند امك. امي؟ ليه بقى؟ امك دكتوره محترمه، واكيد البنات اللي حواليها محترمات وينطبق عليهم المواصفات اللي طالبها عمك دي. وما تنساش يا سليم ان فات 10 ايام من الوصيه، يعني فلوس قربت تروح. انت هتهرج يا رشدي، ما هي ماما عارفه ان انا متنيل صايع وضايع. لا 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 مش كده، انت كمان هتخش عليها بقى في سكه ايه؟ في سكه الاخلاق والتوبه. هتصدقك؟ ايوه ايوه، مهما كان دي امك ويهمها مصلحتك، الله، وفي الاخر الخير هيعم على الكل. طب وجاد بتعالي؟ اه ده سيبهولي انا، انا هظبطهولك واظبط هنادي. يعني انت بجد عايز تتغير؟ هيتغير يا طنط وهيبقى بيس. اخرس انت. ماشي، على فكره يا طنط شخصيتك قويه جدا. هتغير وهكون انسان جديد. وايه؟ انا قلت اخرس انت. ماشي، بس يا طنط شخصيتك قويه جدا. يعني هتسمع كلامي في كل حاجه؟ كل حاجه. اي حاجه اقولها؟ اي حاجه. طب يلا بينا نجري. نجري؟ جري ايه؟ انا مش بتاع جري. يلا. ماما قالت لازم نجري. يبقى لازم لازم نجري. وايه؟ انا قلت لك اخرس. هتيجي تعيش معايا؟ زي الفل. انا بقفل الباب الساعة 10. ده انا بنزل 11. هتصحى الساعة 7 الصبح. ده انا بنام 8. ليه يا طنط؟ هو انت هتشغليه لم الزبالة؟ اخرس انت. ماشي. تفطر وتيجي على النادي. تجري ساعة، تعوم ساعة، تلعب سكواش ساعة، تخش ساونا ساعة. وانا هخش الاولمبياد ان شاء الله يا ماما. وتقطع علاقتك بكل البنات اللي تعرفها. سيبيلي 8 والنبي. هتقطع علاقتك بكل البنات اللي تعرفها. حاضر هقطع، بس اقفي هموت هموت. وصاحبك ده اللي اسمه جو، يا اما يتغير يا اما. الله، هو راح فين؟ الظاهر والله اعلم ان جاله هبوط اضطراري. هموت هموت. احنا محتاجين العرايه المنكزه. هي طنط مبادئ لسه بتجري؟ مبادئ يا عبد الصمد؟ على فكره امك دي شخصيتها قويه قوي. معاك حشيش في الشراب؟ ده اللي مانو عارف. شيرين. هاي يا دكتوره سوسن. ازيك يا حبيبتي؟ انا كويسه. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. سليم ابني وانا جو صاحبه. اخرس. على فكره شيرين طنط دي شخصيتها قويه قوي. شيرين تلمستي وانا سعيده ان انا بدرس لها. ده انا اللي سعيد اني هتعرف عليكي. مالك حبيبي؟ مش عارف. عن اذن حضرتك هروح اخد شاور عشان لسه مخلصه تمرين. اتفضلي. جود لك. جامده قوي. نعم. انت ازيك يا ماما؟ عامله ايه؟ شيرين دي غير كل البنات اللي انت عرفتهم. انا ماشي عشان عندي مواعيد. عايز حاجه؟ متشكر يا ماما، خدي بالك انت من نفسي. حاضر يا حبيبي. ايه يا استعبط؟ انت هنا بتعمل ايه؟ لا ده انا قلت اشوفك لو عايزه حاجه كده ولا كده. تصدق انك قليل ادب. انا ده انا سافر. في ايه؟ انا بقيت منطشه ولا ايه؟ ايه اللي انت عملته مع شيرين ده؟ انا ما عملتش حاجه. يظهر اني كنت غلطانه لما صدقت انك هتتصلح بجد. للاسف طلعت نسخه كوبي من ابوك. يا ماما ده سوء تفاهم عادي. يلا لم هدومك وروح عالم ابوك الموبوء. انت بتطرديني يا ماما عشان خاطر واحده شرط؟ اوعى اوعى تنطق كلمه عنها. شيرين دي جزمتها برقبة مليون شاب زيك، على الأقل في يوم من الأيام هتبقى أم محترمة تربي أجيال، لكن اللي زيك أنت آخرته إيه؟ كفاية بقى يا ماما الأوهام اللي أنت عايشة فيها دي، ما تنزلي أي ديسكو تشوفي البنات عاملين إزاي، الفساد بقى على كل لون يا دكتورة. ما هو الفاسد بيدور على الفاسد اللي زيه، والمنحرف اللي زيك بيبقى زي كلب، بيدور على كلبة يرمي بلاويه عليها. الحشيش ده شكله جامد قوي. عيب عليك يا تايجر، ده
ده انا جايبه من فوق سور مضرة العيون نفسه. ما انا حاسس ان انا حقق برضه. طب امسك يا سليم. سليم ابوك. الله حلو الحطوف ده قوي. ركبوني معاك. تعالى تعالى يا عم. اجري 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 واديني يا مصلي وصلي يا مصلي تحبيب الروح مستني. الله خد ولع خد ولع لسه طبيعي. يا مرتي يا مرتي ازاي عليك حبيبك النبي انقذني من العار والفضيحه. ايه ده مالك العفريت راكب هنادي هنادي مرتي. يا بروش مش عارف اعمل ايه قاعد الرب مش عارف يعمل ايه يا بروش دي. انا هعمل لك اي اي ما تسترجع شويه. ايه اي 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 مسترجع طب طب هنادي هنادي انت بتعمل ايه هنا يا بنت الصرا بتعمل ايه ورا الكنبه. الظاهر ان ميسي ابتدى يلعب تاني. شكله بيلعب في النهائي وهترسي على ضربات جزاء. ما تظبط يا هنادي فضحتني. اشوف فيك يوم يا ميسي إلا يا رب اشوفك عريان بلبوط والعيال بتعيلك بالطوب وتتفضح فضيحة القطط في السوق. ماشي يا ميسي إلا يا رب الاقيك بتلعب في مركز شباب بني. ميسي هل تسمعني؟ ميسي بس يا عم الحاج ده الناس غلطتها السبت والحاج وانا غلطت ما وردتش على حد. يعني كانك انت يا ميسي ماليش غير هنادي الغلباني. طب اطلع للراجل ماشي والله العظيم لو عفريت من ظهر عفريت تظهر لي. اظهر لي يا ميسي يا ابني مو ميسي. اي اوه ومتناولني التاني. طيب يا ابويا ده بيضرب تحت الحزام يا مرشدي انا فوقي. لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر. مش نافع انا اجيب له خابور ولا ايه؟ خابور ايه بس يا تايجر مسهل يا فرعون. اصحى يا دي يا ابن النيل فشلت برضه. لو سالتك انت مصري تقول لي ايه؟ قول لي مصري ابن مصري وابن مصر الله عليه. قولها بأعلى صوت وارفع راسك لفوق. أنا مصري وأبويا مصري بضماري ولوني مصري وكل مصر الله عليه الله عليه. شفت يا جد ميسي واللي عامله فيك؟ ما أنا عشان كده ما أقدرش أقول له لأ ده قادر ومتسلط. لأ وإيه؟ ميسي ده حريف 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 وعلى قلبه فلوس قد كده. والعمل يا برشدي شو علي؟ طمني يا حبيبي بقول الله انا هطلع ميسي ده من على كتتك. هتطلعه ازاي يا رشدي بايه؟ باي طريقه يا اخي ان شاء الله حتى ابوس دماغه. وان ما طلعش يا رشدي بايه؟ في الحاله دي بقى احطر ابوسه من بقى. ابوسك انا من بقك يا رشدي بايه؟ هتطلع العفريت ازاي؟ هعمل لها زار حيس. Get boom boom boom, gotta get boom boom boom, gotta get boom boom boom, that boom boom boom. إني خليت كلها ركبة عفريتة مرش دي. مال إيه هو ميسي ده شوية ويريش ميسي الواحد. لا ده ميسي ورونالدو وسيد معوض يوه. يعني ده ضرب بجد يا مرش دي؟ مال هزار. أيوة صار بجد. يا شتشل تعليك يا مصر وعلى عفريتك. تعالوا وراي أنا جاي أهو. I'm on that supersonic boom, gotta hear that spaceship. ده بقى يا سيدي جو الكوديا بتاع الزهر. الله هاي أنكل جاهز يا جو؟ جاهز طبعا. هاي جاهز. ازيك يا جو؟ عامل ايه؟ بقولك الكرة دي بتاعت ميسي. ميسي؟ ايه 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 انت هتغنوه ده احنا بالرضيب. الا مستر مروش بقى. الله اصبر بس اسمع. الكرة دي معمول عليها عمل اسود ومرشوش عليها شوية جوز الهند وسمسم. عمل سفر ده يا برشدي؟ ما يعني حلوي. الكرة دي عامل بيها ايه؟ دي هتنطقها على راسك 10 مرات. 10 مرات يا برشدي؟ مش اقل من كده. ميسي هيشوفها هيغير هيروح خارج من جسم هنادي وراشق في جسمك انت. بخت يا برشدي بخت عشان اخد بطولات. لا بالمسايسة اقول لك سيب لي ميسي وماله وسيب لي هنادي. لا وانا يا برشدي ما لزمكش في حاجه. لا انت هتلبخ لي وماله. بس انا مش فاهم حاجه يا برشدي. طب يلا ابتدي. يلا استني بقى لما اجهز. اجهز ما تقلع البنطلون. اصبر يا برشدي. يا برشدي مفيش تخوف ولا حاجه هشغلهم مزيكا اجنبي هطلعهم مزيكا اجنبي. ده احتراف يا جاي.
الكلام. هو ده الكلام يا مرشدي. مبروك يا جاد. طول عمرك كنت تهرب رشدي. لا هنادي ماتت. سليم. سليم. نعم. انت بتعمل ايه هنا؟ انا جاي اشوفك واسلم عليك. جاي برضه تشوفني ولا جاي تشوف شيرين؟ لا جاي اشوف شيرين. هي فين؟ اذا كنت فعلا معجب بيها وناوي تتغير روح كلمها بنفسك وحاول تقنعها بيك. هي فين؟ في النادي. يلا. انت عبيط. يلا كده. طب انا بقى هوريكم. انت شيرين؟ نعم. انا بودي. لو سمحت اصحابي قالوا لي انك صعبه. قلت لهم مش على بودي. ايوه على طب اصحابك ما قالولكش ان اللي عكس الاموره القطر بيدوسه. مؤدبه وهتتعبنا. اه كده يا عطر. هو اخويا وانت لسه شفت حاجه من القطر؟ انا هبهدلك. تعالى تعالى قول انا مش راجل. بسيط. انا مش راجل. علي صوتك يا انا مش راجل احسن حاجه. لف بقى كده. شيرين. شيرين في حاجه؟ انا اسف. ممكن نقعد نتكلم شويه مع بعض؟ ما تخافيش مش هاكل. أنا ما بخافش. يبقى نشرب حاجة. أنا موافقة على كل اللي أنت بتقوله ومؤمنة بالصداقة لأبعد حد، بس الأصحاب لازم يكونوا شبه بعض وأنا وأنت مختلفين في كل حاجة. شوفي يا شيرين، إن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، والود جاي جاي، وأنت أكيد عارفة إن البحر بيجوع، وطول ما أنت زمار وأنا طبال هتجمعنا الموالي. أنت إيه رأيك بقى في الكلام ده؟ انا مش فاهمه اي حاجه. ولا انا. شيرين انا معجب بيكي. انا مش عارفه اقول لك ايه، بس ازاي ارتبط بحد ما اعرفش عنه اي حاجه؟ ايه اللي انت عايزه تعرفيه عني قوي كده؟ يعني مثلا تحب تسمع مين من المطربين؟ بسمع مين يعني؟ هو ده السؤال اللي هيحدد لك قوي يعني؟ بعرور. مين؟ ايه في ايه مال بعرور؟ هو بعرور وحش؟ اصلي بحب عبد الحليم. عبد الحليم مين؟ عبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ ده حنين للماضي بقى. ضحكة تاني نفس الضحكة وراحت ماشية زي الدنيا ما تيجي في ثانية وتمشي في ثانية. في حاجة حبيبي؟ ركز معايا شويه. حاضر حاضر يا سيدي. نعم خير. اها شيرين طلعت بتحب عبد الحليم وعايشه في زمن الرومانسيه وجو غريب قوي. طب وبعدين؟ انت مش لما قابلت ماما كان حبكم كده شبه زمانكم؟ اه. طب ما تحكي لي كان ايه الجو؟ اه احكي لي يا رشدي. وهلا احكي لي. واجي يا سليم عيد. الله احكي لي. امك دي كانت حته لحمه تتاكل نيه، كانت مزه مزه. كنت انام واقوم وانا بحلم بيها. كنت ابص الاقيها نايمه على الوساده الخاليه اللي جنبي. قعدت احب فيها 3 سنين من غير ما اقول لها، ولما قررت اقول لها راحت لدعاني بالقلم. اتجوزتها. ولما انت بتحبها قوي كده خنتها ليه يا رشدي؟ علشان طفس. تلاقيه عمره ما شافك لابسه له قميص نومش بتشي ولا حاجه فقال لي شوفه بره. بس يا ولد انا برضو فكرت في كده وقلت برضو جايز لان عمري ما شافني انثى كده.
بس هو كان لازم يلفت نظري لده او يطلبه مني. اطلب ايه يا ابني؟ انا كنت بخاف من رد فعلها. تصدق يا سليم، كنت انا اكلمها عن الحب ترد عليا بعلم الاجتماع والفلسفه. امك كانت بتحب ابن خلدون اكتر مني. ابن خلدون؟ ايوه، ولما زعلت معاه مشيت مع ابن سينا. يا نهار اسود، وده ينفع؟ ده اللي حصل، ده اللي حصل. هي كانت رومانسيه ما اقدرش انكر، بس عيبها انها كانت صامته ما بتعرفش تعبر. انا ما سكتش، حاولت معاها، حاولت لحلحها بالاغاني. هو ده كنت بتكلمها باغاني عبد الحليم؟ لا، باغاني احمد عدويه. قلت لها صح تضحي ابوه، ادي الواد لابوه. ما صدقت، راحت رمياك في وشي. صح تضحي ابوه، ليها حق تخلع. ولا يا سليم، عارف مين اللي ممكن يظبطك في الحكايه دي؟ مين؟ عبد الرحيم ابو ناهي، سكرتير عمك. ما تستغربش، عمك زرع فيه حب عبد الحليم حافظ، واكيد الراجل ده حافظ كل اغانيه. فكرني بقى تاني هنعمل ايه لحسن نسيت كل حاجه. الله، ما احنا اتفقنا لما كان عبد السلام النابلسي وعبد الحليم حافظ مع بعض، عبد السلام راح مكلم النابلسي، عبد الحليم ردد عليه على طول. على خيرة الله، يلا دوس. وشربت حجرين عشيشة مع دودو والسبع ويشة. غناها في قنب شبرا، بس حلوه. تصدق ايه اللي بتقوله ده؟ ده انا عبد الحليم ولا غنى في شبرا؟ ده مش عبد الحليم. لا، مش عبد الحليم ولا غناها في شبرا ولا غنى في شبرا. ما غنى فين؟ هيغني دلوقتي. حجر التفاحة ده تقدم قوي. تصدق كارف معايا كريز؟ كارف معاك ايه؟ كباب حل. كباب حل يا ابن المساجيح. التركات اللي انت بلعه ده عملت ايه في موضوع جاهز؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. عملت ايه في موضوع جاهز؟ قال لي جاي وراك، ما اعرفش ايه اللي هاخره. ازيك يا برشتي؟ استنى يا ابني، بنطلب جاهز. اطلبه وشوفه اتاخر ليه. اهو جرس. خليك وراه. الو الو. ها رد. الو، اقعد في حته فيها شبكه، شكله راكب المترو. اشتمه عشان اتاخر عليه. اشتمه. انت فين يا ابني؟ مين؟ انا قصادك اهو. يعمل بصر. الله، ده جد اهو هنجر يا ابني. ده فيديو كول. كمل بس عشان الرصيد. يا نهار. ايوه يا جد. يا جدع انت ناولني البتاع اللي في ايدك دي. اهو امسك. الو، ايه الريحه الحلوه دي يا بروجدي؟ بخور. صنفه ايه؟ بخور. وانت لا مؤاخذه يعني يا بروجدي بتشرب البخور ليه؟ اصلي محسود. ربنا يكفيك شر المرض يا بروجدي. لو اني حكمني البت هلادي مطلعه على جتيت البلا نازله. الا بروش دلوقتي عشان يشرب معاك البخور ده كل يوم والتاني يعني يعمل ايه؟ بسيط،
تطلع مستخرج رسمي من شهادة ميلادك وتجيب صورتين بخلفية بيضة. خلفية بيضة؟ ودفتر بفرق. على فكرة أنا مش مقتنع بوجهة نظرك أنت وأخويا سليم إن الزمن ده فيه بنت لسه ما اتلمستش. لا فيه يا حبيب أخوه. عندك هناتي مراتي مثلا محدش لمسها. تقدر تقول لي ميولها وطموحاتها إيه في الحياة؟ يا جدع خضتني. ده هناتي دي بنت غلبانة عايزه تخلف عيل شبهي وتسميه محسن. محسن يا نهار ابيض. محسن شفت مش قلت لك اهو اللي حسبته لقيته. قلت لك ايه قبل ما يخش؟ محسن. يا بيه يا بر ايه هتموت ولا ايه؟ يا بيه يا برمجي ولا حاجه. يعني حاجه من اتنين، يا اما مراتك عندها حب قديم اسمه محسن، يا اما عندها حب قديم اسمه محسن. يعني ايه يا مروش دي؟ هي هنادي دي منين؟ من صنباط. يا نهار ابيض. سمتك قلت لك ايه قبل ما يجي؟ من صنباط يا معلم. من صنباط يا معلم. يا جدع انت اكتم يا جدع، عايز اتكلم مع ابويا يا رشدي. يا اما مراتك كانت رقاصه قديمه، يا اما مراتك كانت رقاصه قديمه، وفي الحالتين ما تزعلش مني. يا اما كانت رقاصه جديده. ودي الحالة الثالثة. وبرضه ما تزعلش منه. يا شتاتي. يا شتاتي الشتاتي الشتات يا ابو رشدي. شتاتي الشتوت. يا هنادي. والله ما انا عدت. انت يا بيه. مين محدش فيه؟ انت يا بيه. اسمي من الاسامي. اسمي من الاسامي. تكون عمر الشريف في الساعه في النيل. انت يا بنت نفسي انت دمرت حياتي. خلاص حقول. انت ما حسبت كان مهنا وقت الفرد خلص وبيسرح معانا في الافراح. افراح؟ خالتي غزية بيه؟ ايوه كان خدني من صباط وعشت معاه 30 في البندر وهممتني الرقص لحد ما طبع لينا ابويا فجاه وكشف المستخبي وهربت خالتي مع المغنواتي. يا حلاوتك يا اختي، يا حلاوتك وحلاوه ابوك. كانك ضحكت عليا انت وابوك يا هنادي يا خرابي. وانا اللي كنت فاكرك بتروسيني لوحدي. انت اللي كنت بتروس العم من الشعب. بس ما حدش لمسني. وانت واخدني بنت بنوت يا جاد. ولا نسيت؟ وليش عرفني يا اختي؟ ليش عرفني؟ يا فضحتك يا جاد. يا شتات الشتات لو حد عرف في البلد اللي انت غدية. يا شتات الشتات. ايه ده راجل؟ في حد هتضيع نفسك عشان غزيه؟ يا جدع انت مالكش كان معايا لا كان مع ابو رشدي. استوري الحته دي والحته دي وسيبيني اللي في النص هدعيلها لما السكر. يلا اطلع. اوعى يا جدع انت زي يا ابو رشدي. مش كفايه عليا ميسي يا ابني يا جاد؟ اللي اتكسر يتصلح. يتصلح ازاي يا ابو رشدي؟ خليك رويح. يعني ايه رويح دي يا ابو رشدي؟ يعني خلي روحك رياضيه وفوت وكل بصل كتير عشان تقدر تفوت وخليك رويح. الله امال وقف جنب اي حيطه واسند ظهرك وقول هرد لك يا جاد. هرد لك يا جاد. وخليك رويح ورويح وفوت. يا شيطان الشطط يا بلوشتي يا حزب الحزب. ده ما فيش صريخ ابن يومين على الكبر. يعني الواحد لو اذى مش هيلاقي حد ينجده. لا في واحد هناك اهو ما اروح له. يا شتاتي يا شتاتي يا خسرتك يا جاد يا خسرتك في الموت. بس اعمل ايه؟ لازم انا اموت نفسي؟ لازم انا ازحف النيل؟ بس قول لي البلد ايه؟ مرجت غزيه؟ مرجت غزيه؟ تلاقي الميه مرصراصه دلوقتي. يابا اي خدمه يا اخ. ساعدني يا خال. عاوز مني ايه؟ عايز انتحر. يلا نط. ترى ايه يا جدع؟ مفيش ايه ده؟ ارجع اللي في دماغك. واقول لك ليه؟ اذا كنت هنط وراه. الله انت مراتك كمان طلعت غزيه؟ انت عرفت؟ دي بقت مشهورة. خلاص يا عم الحاج، حاج مننا شعب يحب النكد قد عينيه. يجي العيد نروح العرافة. حرام عليك كفاية ما تعذبنيش. حتى لو ضحكنا نقعد نعيط ونقول خير لما قالوا خير. حرام عليك ما تيأسنيش. يابا حتى الأم يوم فرح بنتها تقعد تعيط وكأنها ماتت وتقول لك دي دموع الفرح. حرام عليك يأسني في حياتي. يلا يلا نط سوا. طب نط انت وانا احصلك. الله. طب مين اللي على الشباك لك؟ مين اللي على الشباك؟ يا سيدي انا هساعد نفسي بنفسي. توكل على الله انت بس. يلا توكل على الله. استاذ انت حصلني.
ياح ياح. الله ده ازح بصحيح. الهي ربنا ايه اللي باخده؟ طب ازح وراه ولا اطلع عايز؟ ده في الحلم اللي ساعات جد حتى لو حتى وراه الى حد من جده. غزالية ياح اتنين ياح. يا شتاتي يا شتاتي شتات عليك يا نيل، كل الخلق بتقدح فيك يا شتات الشتات. ده بيبقلل بيبقلل وانا عين. انا عين انا عين يا سيادنا. يا روح ما وعدك روح يا اولاد، يا روح ما وعدك روح. تعالي يا جدع، انت عايز تقدح كمان في النيل؟ ايه مرادك غزية؟ يا شتات الشتات عليك يا نادي، يا شتات الشتات عليكوا يا غوادي. إلهي ربنا إيه اللي بغتك يا سليم؟ بقولك ايه؟ روحي انتي. أو من وراء قلبك.
من ساعة ما عرفت يا مولانا ان مراتي غازية وانا هشان مش عارف اعمل ايه، اطلقها ولا اخليها على ذمتي واروح؟ روح يا مولانا. هل بعد زواجك منها فكرت ترجع للرقص؟ ترقص تاني؟ وايمنات مصطفى كنت قتلها. بس الكذب خفى يا مولانا، ساعات يعني كانت بترقص على اساس ان انا جوزها. ان الله يغفر الذنوب جميعا، ولان يهدي الله بك امرا خير من 70 سنة عبادة. احمد ربنا يا ابني. الحمد لله وشكرنا والله. يجوز ممكن تتعب في الدنيا شوية، بس عملك ده هينفعك في الآخرة. خليها يا ابني، ربنا يجعلك من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. بحبك؟ حقيقة قولولو بحبه بحبه من أول دقيقة، قولولو بحبه ومتوهني حبه في بحور الغريقة، بعيون جريئة بعيون جريئة. لحقت وحشك؟ ما انا لسه كنت معاك امبارح. اه لو تعرف اللي انا فيه وشو اللي طلب تداريه، كان قلبك يسهر ليالي مع قلبي ويقول له اه. في حاجه حبيبي ولا ايه؟ تشربي ايه؟ برتقال. واحد برتقال واحد بيره. بيره؟ اه لا انا يعني غير كحول. يلا. والله العظيم وحشتيني. والكلام ده بقى قلته لكام واحدة قبل؟ كلهم. كمان بتعترف؟ أمال عايزين أكدب عليكي؟ والله العظيم قلت لهم كلهم. بس الفرق بقى إن أي واحدة كنت بقول لها كده كانت بتيجي معايا على الفيلا على طول. على العموم أنا طول عمري مؤمنة إن الأفعال ليها صوت أقوى من الكلام. نحن رجال أفعال لا أقوال. يلا. على فين؟ هطلب إيدك من أبوك دلوقتي. حيلك حيلك، وأنت فاكر الموضوع سهل كده؟ وإيه اللي هيصعبه بس؟ ان شاء الله لما تقابل بابا ويسالك انت يا ابني شغال ايه هترد عليه وتقول له ايه؟ هقول له. هيقول له يا عمي انا اول ما اتجوز بنتك وانفذ الوصيه هكوش على ثروه عمي كلها. ماما. ايوه ماما، لازم جوازك من شيرين يتبني على الصراحه وتقول لها على الوصيه قبل الجواز. وصيه؟ وصيه ايه اللي ماما بتقول عليها يا ستي؟ دي بتهرج، انت صدقتي؟ اقول لك انا بقى يا مزبزيل هاني، بقى عم الجدع التلفان ده اوصله بكل ثروته، شرط اساسي انه يتجوز واحده تكون محترمه، من الاخر تكون بنت بناتي، ما تلمستش قبل كده. ما تجيب حنكس ليه؟ انت كنت بتعمل كل ده عشان ثروه عمك؟ لا يا شيرين، انا عملت كل اللي انا عملته ده علشان بحب. انت مش بني ادم، مش بني ادم. شيرين شيرين. ايه يا استاذ؟ يا عم انا ناقصه. تفتكر في امل بعد البيرة ولا قبل البيرة؟ الله، شكلك حلو قوي وانت عامل زي الواحدة اللي الكب طبخها. خربتها يا اخويا وجاي تشمت. انا برضو يا جدع اللي خربتها، انا اللي دريت على مزبزيل شيرين وما قلتلهاش على موضوع الوصيه. ملعون ابو الوصيه على اليوم اللي شفتك فيه يا اخي. فلوس ايه ونيله ايه؟ بكل اللي عاوزه دلوقتي ان شيرين تسامحني.
انا بحبها يا جاد. وماله؟ بس يكون في علمك ناقص 10 ايام ولا 40 يوم يخلصوا يا روميو. ايه يا ابني مالك؟ في ايه؟ انت هتفضل قاعد مكتئب كده على طول؟ خايف عليا قوي مش كده؟ ايه السؤال الاهبل ده؟ طبعا لازم اخاف عليك. ومش انت ابني الوحيد برضه؟ ولما انا ابنك الوحيد عملت فيا كده ليه؟ عملت فيك ايه يا ابني؟ خليتني اصدق ان مفيش بنت محترمه. خليتني افقد الثقه في كل البنات. هي دي اخرتها. بس الغلطه غلطتي. يا ريتني كنت سبتك لامك تربيك. الست الدكتورة بتاعت الأخلاق والمبادئ والقيم اللي اتخلت عن ابنها الوحيد. معاك حق يا ابني. أنا فعلا غلطت في حقك كتير، بس أوعدك مش هسيبك إلا لما ترجع لشريط. أنا مش محتاج مساعدة من حد. أنا هبدأ حياة جديدة تماما وبنفسي. تطلع صح بقى تطلع غلط مش مهم. المهم إنها هتبقى حياتي أنا. وإيدي أنا. هتعمل ايه يا ابني؟ مديونيه للبنك هتسدد النهارده. الحمد لله. يا سلام. ومن بكره المكسب كله هيبقى ليك. يا الواحد بقى يروح يشتري تمنيه حشيش وقلب مستريح. اطلع بره يالا. اطلع بره. ايه؟ اطلع بره. اطلع بره يالا. اطلع بره يالا. اطلع بره. الواد ماله قلب على تلاجه ليه من ساعه ما تلاجه ايه؟ ده ديب فريزر. ازيك يا عبد الصمد؟ ازيك يا فندم؟ مبروك. الف مبروك. الله يبارك فيك. انا لفيت المصنع واتاكدت انكم فعلا اتغيرتوا بحق وحقيقي زي ما قال لي جاد. جد؟ انت بتتجس علينا يا متر؟ ازيك يا ابو رشدي؟ هتجس عليك ايه بس؟ يا سيادنا انا من الاخر من طرف الدكتوره سوسن. جابتني واتفقت معايا ان انا بس عليكم دور المحامي عشان اساعدها ان ربنا يصلح حالكم. خليك روحي يا ابو رشدي. رويح اخيرا فهمتها. ربنا يبارك لنا فيه. بعد اذن سعادتك يا سعاده العالم. بعد اذنك يا ابو رشدي بيه. يعني ايه؟ لا يا ابني ما انا فاهم حاجه. طب ووصيه اخويا المرحوم؟
الوصية بتقول إن سليم الكبير كتب كل ثروته لسليم الصغير. أنا مش فاهم حاجة، والشرط اللي في الوصية دي فكرة جات لي أنا وعبد الرحيم سكرتير المرحوم عشان نصلح حالك وحال أبوك. جرايه يا ماما، أنت عاملة عليا لعبة ولا إيه؟ يا حبيبي أنا خايف على مصلحتك. خايف على مصلحتي تعملي كده؟ مش كده يا أمر إزاي؟ الناس دي لعبت بيا ومشاعري. بس حالك اتصلح وبقيت بني آدم محترم. بس أنت من غير ما تحسي ضيعتيني. اللي اتكسر يتصلح يا بابا. يا بابا أنا اللي اتكسر جوايا لا يمكن يتصلح أبدا. شيرين مسافرة النهاردة، الحقها يا ابني، البنت بتحبك. يا رب يلحقها. إن شاء الله هيلحقها. زي ما أنا لحقتك بالظبط. صدقيني يا سوسن أنا بحبك قوي. وخلاص اتغيرت ولا يمكن هبص لحد غيرك. أنا اللي مش هديك فرصة تبقى لغيري، لأني عرفت إن كان لازم أبقى أنسى. لازم تبقي أنسى قدام جوزك حبيبك. أنسى أنسى بجد يا حبيبتي يا سوسن. ايه ده ايه ده؟ انت مين يا استاذ وعايز ايه؟ انا اسف يا عم. انا انت ايه؟ انا انسان فاشل جدا، عشت عمري كله بدور على حاجات تافهه عشان اعملها لحد ما قابلت بنتك وخلتني بني ادم تاني. انت كداب وعملت كل اللي عملته ده علشان تفوز بثروه عمك وبس. انا بحبك يا شيرين، والله العظيم بحبك، وعمري ما حبيت حد كده. اطلع المطار. مين ده؟ والكلام ده قلته لكام واحدة قبل؟ بتاع تلات اربعة مثلا. تتجوزيني؟ عروس
جميلة أحلى أهالي ويا أصحاب عايزين نفرح فرحة كبيرة والفرحة تكمل لما محدش يمشي بعد البوفيه والفرحة هتكمل لما محدش يمشي بعد البوفيه ولو على الأكل مش هيطير رقصنا يا عم الديشي الحبيبي